طبعا هي مثل ما حكيتي هي رسائل للنظام وللإيرانيين بنفس الوقت. لكن هذه الضربات أختي الكريمة مش أول مرة. الضربات الإسرائيلية موجودة من بداية الحرب أو من بداية الثورة السورية. نعم. لذلك هذه الضربات طبعا هي إيران قاصدة فيها شيء واستغلت شيء كثير خاصة وقت الزلازل، والإسرائيل أخذت هذا كله ذريعة أنه ما توصل أي أسلحة حقيقة أو أي أسلحة جديدة إلى سوريا أو لحزب الله من خلال سوريا، لأنه أغلب الطائرات اللي كانت توصل السلاح لحزب الله تنزل هي في سوريا. نعم. حاليا تم إخراج المطارين من دمشق وحلب، وهذا طبعا شيء كبير جدا بالنسبة لدولة مثل سوريا تعتبر حالها ذات سيادة وذات أنه مصداقية أمام جمهورها وأمام حاضنتها وأمام شعبيتها، أنه عندها أكبر مطارين في سوريا خارج الخدمة من طرف آخر، وهم بيعتبروا أنه إحنا نحتفظ بحق الرد عليه مثل ما حكيت حضرتك. إذن هو لا يستطيع الرد، وهناك رسائل كثيرة للنظام بعدم الرد على أي اعتداء خاصة بعد طوفان الأقصى، لأنه قد يكون هو الدور عليه هيك فهمت الرسالة، وجهت الرسالة من الإمارات، وأنتم بتعرفوا هذا الشيء مبارح حكينا بها الحكاة. إذن كل القصف اللي قاعد يصير هو للتالي: أولا استهداف الأسلحة الدقيقة اللي بتيجي على سوريا وهي لصالح الميليشيات الإيرانية ولصالح حزب الله. اثنين هي رسائل سياسية صارمة أنه أنت اصحك ترفع السقف تبعك لأنه أنت الهدف الثاني بعد طوفان الأقصى أو بعد انتهاء من غزة. طبعا هم المقاومة كسرت شوكة الاحتلال، وإحنا نعرفين هذا الحكي، وشفتي أنت التقارير الصحفية اللي عم تيجي، وما رضوخ العدو الإسرائيلي اللي وقبوله بهدنة إلا هو انكسار وانتصار للمقاومة. هذا شيء مهم جدا. لكن الضربات أختي الكريمة مثل الضربة اللي صارت امبارح في السيدة زينب، هي ضربة تم استهداف مواقع قيادة لإيران، إيرانيين وحزب الله موجودين حوالي السيدة زينب. طبعا إيران لها مربعات أمنية، في مربع أمني موجود في شارع بحي الأمين اللي هي بمنطقة الشاغور بدمشق، وهذا طبعا بين السكان وبين المدنيين، وفي مربع أمني آخر موجود بالسيدة زينب، لذلك تم استهدافه وهناك ضحايا كثر لكن لم يعلن النظام عنها ولا الإيرانيين، وهناك خراب ودمار كثير، وتم استهدافه بأكثر من صاروخين. هاي رواية النظام مش صحيحة، لأنه هناك حسب رواية شهود العائلة اللي موجودين هناك دمار هائل كبير، وهناك ضحايا لأنه سيارات الأسعاف صارت تنقل على مدار أكثر من ساعة ونص ساعتين. يعني أستاذ منير، أنت تقصد بأنه هذه الضربات هو الضربات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب هو مؤشر قوي بأنه إيران تحاول نقل يعني أسلحة استراتيجية إلى سوريا أو عبر سوريا، يعني لفتح ربما الجبهة الشمالية في سوريا ضد إسرائيل، وأنه إسرائيل تحاول أو تريد استباق ذلك بضربها للمطارات. لا أبدا، مو هيك أختي الكريمة. الأسلحة الإيرانية موجودة في سوريا من زمان، وهي متوالية من بداية من قبل الثورة، هي بتنتقل كل الأسلحة لحزب الله خاصة عن طريق المطارات السورية. نعم. لكن الحكي الجديد هو أنه إسرائيل تتابع الأسلحة الدقيقة اللي عم تيجي، يعني موجهات الصواريخ، بمعنى موجهات الصواريخ. هذا الصواريخ العشوائية ما بيهم العدو الإسرائيلي، لأنه الصاروخ بيطلع وبيكون ضرب مسافة بعيد عن الهدف، كيلو متر أو 500 متر، هذا شيء بيعتبروه بالجيوش طبيعي. لكن عندما يكون أسلحة دقيقة مدى الخطأ فيها أقل من 50 متر، إذن هون أسلحة دقيقة، وهذا اللي بيتم استهدافه. إذن هي رسائل واستهداف أسلحة دقيقة بنفس الوقت. لكن إيران هي تعد العدة لمحاربة إسرائيل، هذا فرض أو شيء من المحال، لأنه إسرائيل وإيران متفقين أختي الكريمة. الضربات اللي عم بتصير هي ضربات أمام الرأي العام العالمي، مثل ما شفنا الحرب العمود اللي هي في جنوب لبنان، بتم كانت الفضل يعني قواعد الاشتباك على 2 كيلومتر، صارت 5 كيلومتر، بنضرب مواقع فاضية. يتم حاليا في جنوب لبنان ضرب المواقع السنية والمسيحية ليتم تهجيرهم من لبنان، لتبقى هذا الشريط كله للشيعة لحماية إسرائيل.
هاي سياسة إيران وهاي سياسة حزب الله في المنطقة. ولو أنه بدها تدخل إيران على الحرب دخلت من أول يوم، وشفنا تصريحاتهم إحنا لإسماعيل هنية، وشفنا تصريحاتهم لمسؤولين آخرين إجوا على هناك أنه إحنا لن نشارك في الحرب ولن نكون طرفا بالحرب لأنه ما شاورونا. وأنا بقول لك من هذا الموقع، لو تم مشاورة إيران لطوفان الأقصى كانوا هم خبروا إسرائيل، وكان ما نجح هذا الطوفان اللي قاعد نشهده اليوم. طب سيد منير، يعني في نقطة أخرى، يعني غالبا إسرائيل تقول بأنها تقصف هذه المواقع داخل العمق السوري نتيجة إطلاق صواريخ من سوريا إلى يعني جولان محتل أو إلى إسرائيل. يعني في حال استمرت عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف من سوريا إلى إسرائيل، برأيك هل سيتطور الأمر لضرب يعني إسرائيل منشآت أكثر حساسية وربما يعني شخصيات قيادية في هرم السلطة؟ اللي عم يضرب الصواريخ أخت الكريمة بعض فصائل فلسطينية موجودة في الجولان أو موجودة في جنوب البلاد. طبعا في حركات فلسطينية كثيرة، منها حماس ومن الجهاد الإسلامي ومن فتح الانتفاضة ومن الجبهة الشعبية والقيادة العامة اللي هم اشتغلوا مع النظام سابقا. لذلك تم أول شيء أنا حكيت هلأ إفراغ المناطق الجنوبية من جنوب البلاد من السنة والمسيحيين، وفي جولان المحتل هنا تم نشر شيء 1000 عنصر من حزب الله والميليشيات الإيرانية. الغاية منها نشر هذه الميليشيات ليس الحرب مع إسرائيل وليس خوض حرب، وأنه منع إطلاق قواذف أو صواريخ إلى الكيان الإسرائيلي. يعني هذا الكيان بزمناته نتنياهو حكى كلمة كبيرة، قال إسرائيل خط الدفاع الأول عن إسرائيل النظام السوري وحزب الله. وهذه حقيقة تترجم على الأرض الآن أختي الكريمة، وهذا اللي قاعدين نشوفه من نشر قوات للميليشيات أو لحزب الله في الجولان هو مش للحرب، وإنما هو لمنع إطلاق الصواريخ أو منع الحرب. نعم، نقطة أخيرة سيد منير، يعني هناك من يرى من الخبراء والمحللون والمتابعون بأنه يعني دمشق سعيدة ضمنيا بمثل هذه الضربات الإسرائيلية، يعني كونها تثبت بذلك للإيرانيين أنها غير قادرة على يعني تحمل تداعيات شن حرب مفتوحة جنوب سوريا. إن شاء الله أنه ينتهي شهر العسل اللي الكبير صار بين إيران وبين النظام، وأنه هذه الضربات النظام السوري طبعا بقرارة نفسه هو مبسوط مثل ما حكيت عليها، وهو مبسوط انه يخف الدور الايراني، لان هناك بالحاضنة الشعبية خاصة في مناطق الساحل المناطق العلوية هناك ردة فعل كثير قوية على الجانب الايراني انه ما جابوا غير الخراب والدمار لسوريا ومصوا الثروات الاقتصادية السورية واخذوا كل المناطق الحساسة، وهم اللي فرضوا أشياء بالأجهزة الأمنية وأفراد وأشياء بالجيش. إذن روسيا سوريا مستباحة للإيرانيين وللروس، وهذا عامل يعني الحاضنة العلوية عندها الروس أهم عندهم من الإيرانيين اللي هم بيعتبروهم على نفس المذهب أو نفس الجعفرية أو الاثنى عشرية، لأن العلوي بيعتبروهم واحدة من هؤلاء المذاهب. هاي كل القصة أختي الكريمة، إن شاء الله بينتهي هذا الشهر وبتنفض العلاقة بين إيران وبين سوريا، وأنا أصور هناك في كثير نقاط اختلاف بيناتهم، إن شاء الله تتطور هذا الخلاف وتكون الضربة القاسمة في هذا الطوفان بعد أن تكسب المقاومة في غزة. نعم، شكرا لك سيد منير على كل هذه الإيضاحات. كان معي من عمان العميد منير الحريري، ضابط سابق في شعبة الأمن السياسي، أشكرك على طيب هذه المداخلة.